الاسئله من هذا الميحان ديال جوج ديال الهزائم اليوم. الفريق الاتحاد المتوسط استطاع ان يحقق اول 3 بوان لهذا الموسم. الحمد لله، يعني كان شيء ايجابي انك تاخذ 3 نقاط في الظرف الصعيب اللي ديال يعني تحت الضغط ديال 0 نقطة ولقاءين ما انتصرناش فيهم، وهذا جات الامور متسارعه يعني في الوقت ديال المغرب الفاسي ولا اللقاء الثاني ديال الهلال، يعني كانوا جوج الوجوه ديال الفلوسات. شيء ما صعب لان تشوف الوجه اللي بدينا فيه النهار الاول والامور تسارعات، يعني كان فريق اللي فريق كبير بشهاده الجميع، وفي السيمانه الثانيه ولينا فريق صغير. الحمد لله على 3 نقاط هي الاولى، والايجابي فيها كما قلت لك هو اننا في نفس الوقت كمدربين جداد في هذا الميدان هذا، الا ما كانتش هذه الامور تمشي بهذه الطريقه يعني تحس الضغط وتتقلب على لقاءات يعني في واحد الستريس اللي هو كبير، ما يمكنناش احنا نتعلموا نزيدوا قدام. اذا كبر الفريق اليوم وانتصر؟ لا ما كبرت شي حاجه، يعني التجربه اللي شفنا في السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه يعني المغرب الفاسي واللقاء الثاني ديال بن لال شفنا جوج افراقي بجوج الوجوه مختلفه، يعني هذا تيخلينا احنا نتعلموا كمدربين جداد بان اللاعب المغربي يقدر في اي وقت يقدر يبان لك بوجه اخر. اللي تنتمناه باش اللي كما قلت لك الايجابي هو تحت الضغط تمكننا باش نحصلوا على 3 نقاط، وهذا ايجابي وبشكل كبير. شكرا لعبد الله صابر مدرب فريق الاتحاد المتوسط.